أكد سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام إن المحددات الاستراتيجية لمستقبل الإعلام في الدولة ستكون منبثقة من الإرث التاريخي الذي وصلت إليه المسيرة الإعلامية الوطنية، واصفاً إياها بالمسيرة الثرية والعميقة، موضحاً أنه سيتم البناء عليها وتطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للدولة. وقال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان في حوار شامل مع الاتحاد: نحن اليوم مطالبون بنقل صورتنا إلى العالم وسرد هويتنا وقصة نجاحنا ورسائلنا الحضارية وأهدافنا التنموية وتطلعاتنا نحو المستقبل. وشدد سموه على أن مساهمة الجميع في صناعة مستقبل الإعلام الإماراتي وتطوير أدواته وتأهيل كوادره وتعزيز كفاءته مطلب أساسي في المرحلة المقبلة والركيزة الأساسية التي ستساعدنا في بلوغ أهدافنا. رسخت دولة الإمارات مكانتها كنقطة انطلاق مركزية للجهود والمبادرات التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في العالم وتعزز مجالات التنمية كافة التي تصب في مصلحة الشعوب وتقدمها ورفاهيتها. وتحتفل الإمارات اليوم باليوم الدولي للسلام الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 من سبتمبر من كل عام، وفي سجلها تاريخ حافل من الإنجازات التي أسهمت في نزع فتيل الأزمات والصراعات وإحلال السلام والأمان حول العالم. تتواصل أعمال المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعمة في أبوظبي والتي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مجال الاستدامة والزراعة والأمن الغذائي والبيئة والمياه من داخل الدولة وخارجها. وشهد اليوم الافتتاحي للمؤتمر إطلاق الهوية البصرية الجديدة لحفظ النعمة، كما تم الإعلان عن إطلاق مجلة غيث أول مجلة للأطفال مختصة بحفظ النعمة والاستدامة، كما عقد جلسة حوارية بعنوان المساهمة في كوب 28 دور حفظ النعمة في تحقيق أهداف اتفاقية التغير المناخي. بدأت بلدية مدينة العين في تنفيذ مشروع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية في منطقة العامرة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 130 مليون درهم، ومن المتوقع أن تنتهي جميع أعمال المشروع في نهاية 2024. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، وذلك لتعزيز رفاهية المجتمع والخدمات المقدمة لهم. تميزت النسخة الثانية لمهرجان البدر الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بتنوع الأعمال الفنية لمعرض استثنائي يضم عدة فنون جميلة في الفترة من 18 إلى 23 من سبتمبر الجاري، وتزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف. ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب في مركز الفجيرة الإبداعي، ويتضمن المعرض أكثر من 56 عملاً فنياً، منها المرقعات بالزخارف التركية والفارسية والتي تتميز بتنوع الأنماط الفنية للزخرفة ما بين الأنماط الكتابية والأنماط النباتية المشابهة للطبيعة ودمجها مع العناصر الزخرفية إلى جانب لوحات فنية للخط العربي.